في اعتقادنا أن الحروب قاسية ولا إنسانية وخطرة وبشعة، أماكن لا يمكن العيش بها بكرامة. ولكن في ساحات الحرب أو النزاع أو الكوارث البشرية يستمر البشر في الحياة، يربوا أسرهم، يذهبوا إلى المدارس ويداوموا على أعمالهم. وغالباً إذا ما كانوا فنانين فإنهم يستمروا بالإبداع والاستجابة المتواصلة للمواقف التي يجدوا أنفسهم بها في موقع الحرب. مشروع لهؤلاء الفنانين، مشروع لدعم وتوثيق وعرض أعمال الفنانين وتفاعلهم المبدع لهذه المواقع الخطرة والقبيحة، وهي أعمال متميزة غالباً غاضبة ومتأججة المشاعر وأحياناً رقيقة أو جميلة. في موقع الحرب مشروع مستوحى من أعمال الفنانين، وهو يوفر منصة رقمية وملتقى على الإنترنت للفنانين ليشاركوا بأعمالهم المستوحاة من مواقع الحرب والاضطراب والصراع، والاطلاع على أعمال غيرهم والتعلم منها، من فناني الشوارع بليبيا لصانع المسارح في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الموسيقيين في سيراليون وفرق الرقص في سريلانكا. ساحة لجميع الفنانين الذين يرغبون في الاستجابة للتحديات التي يواجهونها أو مقاومتها أو مجرد التعامل معها. هي ساحة لتبادل الأعمال واكتشافها وللتواصل. هذه منصة جديدة للجميع لإدراك ما لا يرى من تجارب الحرب والمعاناة، والتواصل مع الغير في أي مكان في العالم في نفس الوقت. ستتيح منصة في موقع الحرب للفنانين عرض أعمالهم وبالتالي إذاعتها مباشرة للعالم عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي. سيساهم الموقع في الحفاظ على أعمال الفنانين المعرضة للفقدان، وسيصبح هذا الموقع أرشيف رقمي ودروب بوكس نأمل أن يكون ملهماً للناس في المستقبل، وأن يكون لنا تذكرة بأن الفنانين يستطيعون إعادة رسم قبح الحرب ولا إنسانيتها وقسوتها. في موقع الحرب هو قصة لكل الفنانين شاهدوها وهي تحدث هنا.